مرحبا حبايب، تعالوا هاليوم وياي بهذا الفيديو، شاركوني نسوي خلطة الزيوت نحضرها قدام ايدنا حتى وقت ما نريد نخلي على شعرنا على فروة شعرنا ونسوي له حمام زيتي ويا البيضة. كل ما نريد نسوي تكون جاهزة هاي خلطة الزيوت. خلوكم وياي. اني هنا اوريدي هنا عندي باقي شويه من زيت القرنفل وزيت الشاي، بس راح اكثر هالكميه. هذا دائما جوا ايدنا هنا بالحمام يكون. خلي هذه هنا الكفر على جنب. وقعت هذني الاثنين وقعوز. اوكي نو بروبلم نو بروبلم. واي 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 دون واري. هنا أنا عندي فيتامين اي، فيتامين اي راح اخذ 2، طبعا اتشكهم بمقص او بسكين حتى نطلع الزيت مالهم افرغه هنا. شيء ثاني هنا أنا عندي زيت القرنفل، طبعا لانه اني ماسك التليفون بايدي دا اصور فاوريدي فاتحه كل الكفرات مال الكونتينر مال العلب هذه. هذا زيت القرنفل غلاف اويل، راح اخلي كم قطره منه هنا. هذا كله يبقى جاهز جوا ايدنا. حرامات ما اريد ينشب، لازم اعلي ايدي. طبعا ريحته كلش قويه. That's it. هذا خلصنا منك حجي. انت تعال ارجع الى اماكنكم سالمين غانمين. خلي نكفره نرجع هنا. هذا زيت الشاي، زيت الشاي تي تري، هذا استرالي. اوكي هنا هذا همينة. طبعا زيت الشاي لهواية شغلات، هواية هواية شغلات تقدرون تستخدمون. هنا همينا كم قطرة منه. هذا زيت الشاي حطينا، ريحته تخبل. بعد ايش عندنا حبايب؟ هذا همينا يرجع. ارجع ارجع حبيبي هنا. ثانك يو ثانك يو. نرجع هنا عندي زيت الليمون، ريحته هذا تودي الزفارة تودي الروائح الباقية وريحته كلش طيبة. هنا هذا طبعا شوية شوية. كم قطرة؟ طبعا هذه الزيوت حتى ايضا تقدرون تعطرون بيها الحمامات، تحطوا لكم مثلا على كلينساية او قطناية بالرول مال الكلينس وتبقوها بالحمام، ريحة كلش طيبة تطلع. هنا هذا زيت الخروع، هذا زيت الخروع، هذه الحبة مالته الشكل تكون البذرة مالته. ايضا راح نضيف كم قطرة منه. هذا كله يحضر. حطينا. طبعا هاي الزيوت جاهزة لأي خلطة مثلا انت تريدين تسوي، حتى لو ما عندك وقت بس بإيدك تغمسين إيدك هالشكل بيها وتفركين فروة راسك بيها، كلش مفيدة ويعني تستفاد البصيلات الشعر مالتك تستفاد منها. بالنسبة للبنات اللي داي ساقط شعرهم، لنظارة الشعر، للمعان الشعر، لهواية شغلات، هذه الزيوت مفيدة حبايب. أنا دائما هيك خلطات أسويها، وهاي هنا مكانها هنا راح تبقى هنا ترجع. أوكي بس بقت هسه هذول أتشكهم وأفرغهم هنا وترجع. هذه وين؟ خلي أمسح المكانات من لعوص الدنيا. تعالي يا حلو تعال هنا مسحك زين.
اوكي ما بقى اثر، ارجع الى اماكنكم سالمين غانمين. اوكي كبريها، هاي هي، هاي هذا مكانها. اوكي مسبقة الكبسولات راح اثقبها بالسكين لانه اني ماسك التليفون، وافرغها هنا بهذا ويا هاي الزيوت. شكرا حبايب، اتمنى انه الفيديو تستفادون منه وتجربون هاي الخلطات السريعة للبنات اللي شعرهم دا يتساقط او عندهم مشاكل بالشعر، تقصف او يعني شعرهم تعبان. شكرا حبايب للمشاهدة، God bless you، ربنا يبارككم ويبارك عوائلكم حبايب. هلا حبايب، طبعا هاليوم ثاني يوم، البارحة سويت البنتي شعرها، وهاليوم راح اسوي لنفسي اني همينه. وبما انه قبل ما ننظف الحمامات حتى وراها يصير تنظيف الحمامات، لانه راح نلعوص هنا شغلاتنا. خليني ابلش وياكم حبايب. هنا مثل ما انتم شايفين هذا الباودر مال القرنفل، هنا خليت، راح اخليه هنا. وهذا الشاي اللي راويت لكم اني المكونات، البيميرامية وكليل الجبل وشاي اسود، هذا هنا مثل ما انتم دا تشوفون حبايب. وطبعا راح نجيب البيضة مالتنا همينا نكسرها هنا، هذه البيضة راح اكسرها، والزيوت هذه هيانها. طبعا الخلطة سويتها اني بالليل ورا ما سويت شعر بنتي، زيت الكمية هنا، أنا سويت الخلطة مال الزيوت هذه هنا دائما جوا ايدنا. راح ابلش اسوي شعري اني هسه، خليني اوجه الكاميرا نشوف شو راح نسوي. ابقوا ويانا. طبعا شعرنا هواية دا يتساقط، ما نعرف الاسباب هواية، ناس تقول نفسية، ناس تقول من المي واللي يحطون بالمي هنا الكلور، ناس تقول من الشامبوات، ما نعرف الاسباب هواية. فاحنا ما راح نبقى يعني يظل يتساقط يتساقط الى ان نشوف نفسنا ماكو شعر. طبعا هاي هذا الكلام يخص البنات وال يعني العنصر النسائي والعنصر الرجالي ايضا، يعني مو بس احنا جاي نتأذى، حتى الشباب بدنا نشوف شباب قرعوا، يعني اني اولادي الصغار قرعوا، يعني شغلة صعبة. فدنا نحاول نسوي اللي نقدر عليه بقدر المستطاع. طبعا اذا بس تحطين الشاي، اني وضحت لكم، اذا بس تبخين الخليط اللي سويته اني مع الشاي، بس اذا تقدرين تبخي it's good، بس مثل ما انتم تشوفون هسه اذا تلزميه ناشف ناشف، فيفضل تحطون زيوت زيت زيتون او زيت جوز الهند. بس اني هسه بالخلطه راح اسويها هاي الخلطه، بس ورا ما اغسل شعري واكمل على ايدي على رؤوس اصابعي اسوي جوز الهند او زيت زيتون، حتى يروح هاي الخشونه اللي بي مثل المتخشب يكون. شوفوا مثل المتخشب، انتم ما تحسون بي الا لما تلزميه، بس هو مو مؤذي، يعني مو ضرر على شعرك، بالعكس هو مفيد للشعر، بس يفضل تسوي انت بالدهني بزيت جوز الهند او زيت زيتون الاصلي، طبعا مو زيت هذا المغشوش. تلقوها بالاسواق العربيه او اسواق يكتبون عليه زيت الزيتون المصنوع باسبانيا او الايطالي، مرات يكون غالي بس جود، يعني يكون جود زين. خلوني ابلش اني وياكم حبايب هنا هذه. خليني اكسر البيضه همينه، نكسر البيضه بيش نكسرج. طبعا السنك دا يبكي ويولول يريد نظافه، مو مشكله حبيبي راح ننظفك ننظفك ننظفك، بس خلينا نخلص هاي الخلطه السحريه مالتنا. طبعا اني ابني البارحة من جندا سوي شعر بنتي البيض، قال هسه عرفت وين دا يروح البيض، منا تقولون كوليسترول وما ناكل ما نريد، زين منا انا وين دا يروح البيض؟ طبقت البيض
على راسنا، راسنا ياكل البيض. طبعا انا هنا أنا خلطته كله مع بعض، يعني ما راح اسوي مثل ما سويت البنتي البارحه. هو يفضل مثل ما سويت البنتي القرنفل اللي عندهم يعني فراغات ثعلبه، يفضل القرنفل الباودر تسويه بقطنه مبلله، تبلليه بالمي الشاي هذا وتحطيه هالشكل، تفركيه على المكانات اللي بيه ثعلبه او فراغات اللي عندهم ثعلبه، تسووه وتنامون بيها بالليل، تنامون يعني ليله كامله، هذا يفضل يعني بدون زيوت، بس القرنفل والمي الشاي بقطنه مبلله وتسووها مثل ما دا اقول لكم هالشكل وتنامون، وثاني يوم تقدرون تسوون هاي الخلطه. ويا هذه الزيوت حبايب، ويا هاي الزيوت انا ما عندي جنجر، يفضل لو يكون الجنجر مو الجنجر سوري، الجرجير، زيت الجرجير، زيت الجرجير هذا روعة روعة روعة. إذا عندكم ضيفوا ويا هاي الزيوت، أنا ما عندي، راح أوصي ابني يجيب لي. طبعا خلونا نبلش برحمة الله، بسم الله. طبعا أنا كل فترة بين فترة وفترة بس مو مستمرة، يعني كل ما يصير عندي مجال تعرفون البيت وشغل، أنا لو أسويه باستمرار يكون غزير الشعر. بالنسبة إلي التساقط مالتي مو مثل بنتي، بنتي أكثر دا يوقع لأن ما دا تركز على الموضوع، فأني إذا ما أركض وراها أبدا، يعني البارحة بالزور هاي صار 3 أيام أني وراها تعالي تعالي. زين يا تعبانة يا أريد أنام يا عندي دوام، يعني كل ما تسوون هاي العملية مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع يكون أفضل حبايب، يعني تريدون نتيجة أنتو يراد لها استمرارية وتركيز على الموضوع. إذا يعني عندكم مشكلة بالتساقط تهتمون بالموضوع أكثر. يعني هاي أني هسا أني مثل ما تشوفون يعني أني همين ألتهي بالشغل وبالهذي ما مركزة على الموضوع، بس أسويها كل فترة، يعني أقل شيء بالشهر مرة أسويها، بس لو أسويها بالأسبوع مرة يكون أفضل. تشوفون على فروة الراس على هذا والدلكية دوائر دوائر دوائر، حطي قد ما تقدرين حطي، شبعي إلى أن يخلص الكمية اللي عندك. هاي بيض وقرنفل، هذا هسه أنا دا أسويه بيض وقرنفل، وبعدين ورا ما أخلص أبلش بالزيوت همينه أحط، تقدرون تمزجوها توجذر يعني كلها همينه يصير، بس أنا هسه هيجي مركزة وياكم على هذا الموضوع من أنا. دا تشوفون حبايب، للبنات الصغار المزوجات لا تخلين رجلك يشوفك هيك، والله ينهزم منك. ينهزم منك يقول الراتب ده تضيع على هذه الشغلات. بس لا صدقوني هاي الوصفات هذه مفيده للشباب وللبنات، يعني مو بس للبنات، يعني خطيه الشباب تشوفيهم يعني بعمر ال 18 20، أنا عندي ابن أخويا خطية يعني دي ساقط شعره احتار أوبر ما أوبر، مراجعات حبيب قلبي صغير ما عنده 20 سنة، فدا أسويها هاي قلت له عمر راح أسوي، تابع أنت الفيديو وشوف شو دا أسوي أنا أسوي حبيبي. كل الاماكن هسه انا مركزه هنا هاي الجهه لانه هنا عندي فراغات، يعني من يتبلل الشعر تبين، تشوفون هذا القرنفل روعه، اوف اوف ديروا بالكم وتلبسون ملابس يعني ما تريدوها، مثلا شيء ما تقدروا معها، يعني هذا البلوز المفروض ما هذا البسه، البس شيء غامق بس يلا للبيت، هو تلبسون شيء يعني بحيث لا تلفوا، مو تروحين تلبسي لي بلوز او فستان غالي وتجين تسوين هذه الشغله تلفين هدومك، انتبهوا. هسه هذه الايد تعبت، راح اجي هنا على هاي الجهه اللخه، خلونا نبلش من هنا
فارغ فارغ شعر راح كان شقات. كنا بس نغسل بصابون رقي، صابون غار الحسن تتذكرون حبايب؟ صنع كانوا يصنعوا جماعتنا، نجيبه من الشرجة أمهاتنا تروح السوق الغزل وتجيب لنا صوابين. أيام زمان راح راح الخير كله ويا هذاك الزمان. بس يعني نبقى نتمنى من رب العالمين، ما نقطع أملنا من رب العالمين، إنه طالما أكو ناس خيرين ناس زينين لو خليت قلبت، أكو ناس زينين من أجل خاطرهم رب العالمين يرحمنا، طفل أو عجوزة أو رجال شايب، ناس أكو تخاف الله، الله يباوع على العالم. تشوفون حبايب طبعا نزل على قصتي لأن منصية راسي آني على مود الفيديو داراويكم. هذه مثل ما تشوفون تكملوا كله وبعدين نرجع على الزيوت نفس العملية. زين راح يصير فيديو طويل بس شو اسوي يعني. ما بقى شيء بالصحن يعني، خلينا نكملها البيضة وهذا مثل ما شفتوا خليت بيض بيضة واحدة وخليط اللي سويته من الشاي وقرنفل كم حبة قرنفل. طبعا هنا هسه اريد راح ما سيطر راح اخلي شوية شوية بإيدي انزله، ما عندي احد يساعدني اني اسوي بنفسي شوية شوية بدون ما ينشب. هاي لو عندك وحدة تساعدك بالبيت يكون افضل تسويها يعني، توزعوا على الراس كله على الجمجم الطاسة هاي على قولة اخواننا المصريين الطاسة هميرات تاكل هميرات واحد يدلعها هاي الطاسة، لان كل الجهد من هنا يجي كله. شوفوا يجي 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 حركات حركات دم، خليه يتحرك خليه يوصل الاكسجين هنا، خلي 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 خلي. واو هالكفشة هاي او ماي جاد. طبعا السنك صار يبجي. انزين يلا خلينا نخلص هالمشكلة هاي. ها ها خلصتها ما بقى شيء. إذا تقدرين تطلعين برا تسويها يكون أفضل حتى لا يتوسخ الحمام. أني أوريدي الحمام مالتي وسخ يراد لتنظيف، فقلت يلا خلي أسوي هاي العملية وبعدين نبلش بالتنظيف. هذا البقع نمسحها مسح مسحي الماعون مسحي، مو بخول مو بخول وإنما الاستفادة من كل شيء رب العالمين انطانا اياه. مسحت نظفت الماعون. حبايبي بس يقولون هاي المرة تخبلت على آخر الزمن. لا حبايبي أنا دا أسوي هيك على مود أشجعكم أنتو وأولادنا وأحفادنا كلكم تسوون هاي الشغلات، مو عيب مو عيب، ما دا نسوي شيء غلط. هسا نجي على الزيوت. الزيوت راويت لكم أني مسويت البارحة الفيديو شلون خلطت حطيت الشغلات مالتي كلها. زين بإيدي مثل ما تشوفون ها 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 هذه الزيوت. اوكي ريحة الزيوت تخبل مال القرنفل ومال الليمون. لو كان عندي مال جرجير زيت الجرجير بعد يكون واو روعة يجيب نتيجة. ماكو هيج. شوفوا القرعات شوفوا 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 القرعات. من نطلع نضل نجيب منا ومنا الشعر، وين عندنا كم شعرين نجيبها نغطي العيوب القرعات اللي موجودة.
فعندك مجال سويها حبيبتي حتى هشوف هنا أنا همينة نخلي شوية زيوت. واو هنا أنا بالنص الجمجمة. يلا كافي العملية هاي إذا الله رات لو أسبوع الجاي همينة أكررها، لو أقدر بالأسبوع مرة أو مرتين يكون أفضل إذا عندك تساقط هواية. أني همينة راح أحاول قدر الإمكان أسوي اللي أقدر. طبعا أكو هواية وصفات حبايب، أكو برغس، بس هذه مال البيض هاي الماشية بالصالونات، هذا يسووه مال الحمام الزيتي. هاي لمينا الشعر، خلي نجيب هنا أفرح هذا. أوف أوف جبت هذا الكيس الحلو، راح أحط هابي لأنه هسه الشعرات والفروات كلها هابي، هذا راح أحط. تعالي ما عندي من هذا شو اسمه مال بنتي البارحة كانت خلته، نشده. لو عندك هذا الكيس مع الشعر يبيعوه تشدين بيه شعرك يكون افضل. هاي شنو طلعت مثل ما الطباخين، تبقيها على راسك ساعة ساعتين شقد ما تقدرين تتحملين، وبعدين تاخذين حمام وتنشفين شعرك. ومثل ما قلت لك اذا عندك زيت زيتون او زيت جوز الهند تحطين على باصابعك وتفركين شعرك بيه ورا ما تجففيه. اتمنى حبايب تسووها وتستفادون، يا ريت كل من عنده تساقط يوقف يا رب وتجيب نتيجه هاي العمليه اللي سويناها، وانه تعبنا ما يروح بلاش. شكرا حبايب، هاي هي انا خلصت العملية راح ابدي بالتنظيف نلم غراضنا. شكرا حبايب، God bless you. هذا الفيديو كملناه، شكرا.